خسر الأهلي المباراة الأولى في السودان في افتتاحية مباريات دوري أبطال إفريقيا بالنسبة للقلعة الحمراء بهدف مقابل لا شيء أمام الهلال السوداني. ومع الوضع في الاعتبار الأهلي كان عائد من المغرب، لم يحقق الميدالية البرونزية، ولكن كان هناك أداء نوعا ما خلى الكل يقول إن الأهلي على المستوى الإفريقي بيقدم كرة أفضل من باقي الفرق الإفريقية، ولكن جاءت النتيجة والأداء قبل النتيجة أكيد بشكل صادم بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. في برنامج في كتفك يا أهلي النهاردة هنتناول كل شيء متعلق بمباراة الهلال والأهلي مع زميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. كريم مساء الفل عليك. مساء الخير يا محمد، مساء الخير لكل متابعي يلا كورة. هارد لك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي خسارة أول مباراة في انطلاق مشوار دور المجموعات، وبصراحة نتيجة مخيبة جدا 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 للأمال في وقت الفريق كان مقدم فيه أداء مقبول جدا في مونديال الأندية. ما حققش النتيجة المرجوة، لكن الأداء كان كويس، وحتى رغم الخسارة برباعية قدام الريال ورباعية قدام فلامينجو، لكن في أغلب أوقات مباراتين كان الأداء مقبول جدا. طيب، حاجات كتيرة فعلا تخلي هزيمة النهار يعني النهار تزعل، هزيمة قدام الهلال فعلا تزعل قوي قوي قوي، لأن بطولة دوري أبطال أفريقيا من البطولات التارجت على الفريق وعلى الجهاز الفني، كان يجب الاهتمام بشكل أكبر بيها. واللي زعل أخطر ان انت استقبلت هدف في الدقيقه 52 وما عندكش اي روح، ما عندكش اي رده فعل، ما عندكش ولا فرصه في الشوط الثاني. قبل ما طبعا اكيد هنتناول هذا الامر في موضوع الفنيات والتكتكس في الفقره الثانيه ان شاء الله. عايز اتكلم معاك في موضوع الساعه 3 العصر، بقيت احس عقده، امر تحول لعقده. وانا بحضر الحلقه دي عايز اقول لك انا جبت الاركايف بتاع ماتشات الاهلي في دوري ابطال افريقيا من 2015 اخر 8 سنين. تخيل محمد، طبعا في بعض المباريات احنا مختلفين عن الميعاد بتاعها، في ناس تقول لي يا كريم لا الماتش كان الساعه 3 او الساعه 4. يا مثلا الاتحاد المنستيري النادي الاهلي لعبه السنه دي في الدور التمهيدي اللي هو 30. الاتحاد المنستيري اختار انه يلعب الساعه 4، الماتش كان الساعه 4 العصر. لعبنا فيتا كلوب مع بيتسو موسيماني وكسبنا 3-0 برضو في مباراة اعتقد اتلعبت الساعة 3:30 في التوقيت ده تقريبا. تخيل بقى دول الاستثناء الوحيدين في 8 سنين. 8 سنين الديفولت بتاعك يا تعادل يا هزيمة، حتى ايفي لو التعادل مؤهل، زي مثلا تعادل مثلا داونز 1-1 كان مؤهل ليك مع ريني فايلر، برضو التعادل 1-1 بعد كده مع بيتسو موسيماني كان مؤهل ليك اوكي، لكن احنا بنكسبش. يعني لو فريق افريقي اختار معادي ساعه العصر، نسبه هزيمتك في المباراه هي اعلى حاجه من قبل ما تلعب. اعلى حاجه ياتي بعدها نسبه التعادل، في الاخر خالص نسبه الانتصار. ما انت لو بتحسبها من 2015 ل 23 ما يقرب من حوالي مثلا 8-9 ماتشات ما كسبتش الا مباراه. ماتشين، فانت بتتكلم نسبه لا تتعدى ال 25 او 20%. يعني قدام كامبالا سيتي 2016 2018 خسرت قدام سيمبا مرتين، سيمبا مرتين 2019 و 2021 خسرت. السنه اللي فاتت اتعادلت مع الهلال السوداني. لا حتى لما لعبت مع البون الاثيوبي قبل كده في دور ده زمان قوي. ده انا عايز اجيب لك الثمان سنين. الثمان سنين دول انت كل مباريات، يعني سان داونز حتى احنا قلنا سان داونز عندك سنتين لعبتهم ورا بعض برده 1-1. باتيم ستارز تعادلت معاهم مع ريدين فايلر برده كان مباراه الساعه 3:00. باتيم ستارز بطل زيمبابوي، وكان بصراحه كانت مباراه سهله جدا بعيد عن الفنيات يا محمد. لا حتى احنا عندنا مشكله، لعبنا حراك هناك الغيني 0-0. احنا عندنا مشكله، في التحضير للمباريات دي، خلاف التاكتكس. وخلي بالك في نقطه مهمه جدا، اللي بيتفرج على التلفزيون بيتفرج على الماتش على التلفزيون، هو مالوش غير الشاشه اكيد صح، لكن دور الاعلام انه يرصد بقى بس انت ما تعرفش حاجه تانية، هتعرف منين؟ فانت ليك انت شايفه بس. فانت على طول لما تيجي تفكر بتقول ايه؟ لا اللعيب ده اداء وحش، ده هو وحش. لا ما هو وحش، ايه السبب ان هو وحش؟ عايزين نعرف. هو ما فيش اسمها وحش وخلاص، اكيد في اسباب، ساعات بيبقى في سبب بدني، مش ساعات يقول لك في سبب نفسي، لا في عايزين نفهم. اداء النادي الاهلي النهارده احنا ممكن فعلا نقسمه، اول 20 دقيقه كان في نسخه من الاهلي، بعد الدقيقه 20 لغايه نهايه المباراه في نسخه ثانيه.
مش حتى بعد الهدف الاولاني خالص. انت طبعا فرصه الشحات ما زالت في الاذهان اكيد، فرصه غريبه يعني بنالتي بصراحه يعني سهل جدا انك تحرزها هدف، وبعديها فرصه بتاعت حمدي فتحي اللي شاطها وفضل التسديد عن التمرير لزملائه الفاضيين. بعد كده انت ما هددتش مرمى ابو 20 خالص، ابو 20 حارس مرمى الهلال السوداني ما قربتش منه رغم ان هو نقطه ضعف جدا، يعني حتى التسديد على المرمى ما كانش موجود جيب خالص. انت ما بتقربش اصلا، ما بتقربش، وبتعتمد على الكرات الطوليه اللي كلنا حذرنا منها في كل التحليلات اللي قبل المباراه. ما تلعبش طويل مع الهلال السوداني، هم طوال تلعب طويل معاهم ليه؟ طيب. اللي اتفرج على خيامك يا محمد، اللي اتفرج على ماتش سان داونز والهلال السوداني في الجوله الاولى، سان داونز 90 دقيقه بيلعب كره على الارض، على الارض بيلعب كره على الارض، هي كمان مدرستهم اعتقد، واختراقات من العمق. تبص مدى الجراءه بيخترقوا من العمق، الجول الاولاني جه من التسديد بالظبط. وقعد من ابو 20 ودخل كملها المهاجم وعمل فولو عليه. طيب كل الامور الفنيه دي يا كريم هنتكلم فيها كمان فقره سبوره، لان في حاجات مهمه جدا كريم هيشرحها. ولكن انا فاكر من خلال برنامجكم هنا في كتفك يا اهلي، ومن خلال شركه الدهانات الاولى شركه جي ال سي، ومن خلال متابعتكم لصفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورت والحلقات اللي فاتت اثناء كاس العالم للانديه، قلنا يا كريم وحذرنا من فكره ان الاهلي في اخر نسختين من كاس العالم بيرجع الكيرف بينزل. هل تقلق من ده بعد الخساره النهارده من الهلال، ولا ممكن الوضع يبقى ازاي لغايه نهايه دور المجموعات؟ لا لا جدا تقلق. كل امانه قلق جدا والله. بص محمد امانه، خلينا نتفق على حاجه يعني، خلينا نتكلم بصراحه. النادي الاهلي حاليا بيعاني من عدم الاستمراريه على مستوى معين، فلك انت تتخيل يا محمد الاستمراريه للنادي الاهلي مش ثابته مع اي مدير فني بعد رينيه فايلر. مش هتلاقي في مدير فني بيتسو موسيماني او حتى ايفن معقوله دلوقتي، مفيش فتره تقدر تقول ايه الاهلي مشي في شكل كويس محليا وافريقيا. لو ركز في حاجه بيسيب الثانيه، لو ركز في الثانيه يسيب الاولى، ما ده مش الاهلي. الاهلي عودنا دايما طالما ان الكيرف عالي معايا وانا وصلت لمستوى معين بفضل عليه، سواء بلعب جوه مصر بلعب بره مصر بلعب محلي بلعب افريقيا، وده سيستم الفريق الفرق الكبرى. حتى في اوروبا بنشوف السيتي ده بيقعد ينافس على الدوري اخر اسبوع، وفي في اوروبا لغايه السيمي فاينال والفاينال، ريال مدريد برشلونه كل الفرق الكبيره كده. لازم ان انت تبقى دايما عندك سيستم واحد. احنا اللي ملاحظينه زي ما انت كده ما قلت السيناريو والسكريبت اللي احنا هو عمالين ندور فيه بقى 3 سنين. طب يا جماعه عايزين نخرج، عايز اخرج من الدايره دي، زهقت، انا زهقت، نعمل ايه؟ جد ايه المطلوب يعني؟ شوف ايه المطلوب عشان تخرج من الدايره دي. وفي وجهه نظري مش كلها فنيات، مش كلها تاكتكس، مش كلها ملعب، لا ابدا. والله ابدا والله ما كلها ملعب، لا طبعا في امور خارج الملعب لازم تتظبط عن كده. كل مباراه لازم يتم التحضير النفسي والمعنوي ليها افضل من كده. اللعيبه نفسها لازم يتم شحنها. انا ساعات بحس بجد يعني، هديك مثلا، ان انت بعد دقيقه 52 ما يبقاش عندك رد فعل، انت صفر شغف ازاي؟ رغم ان انت مش راجع مثلا بميداليه فضيه ولا ذهبيه، فانت مثلا ايه، بالعكس انت راجع الناس كلها عاجبها الاداء، لكن برضو النتائج انت لسه ما حققتش حاجه السنه دي. لا انا وبتكلم كمان عن اسماء اللعيبه داخل الملعب. يعني هديك مثلا الفتره اللي لعب فيها كهربا اساسي مع النادي الاهلي، بكل امانه شفنا فيها روح مختلفه في الملعب كله، خصوصا في الخط الامامي. لا الوضع في ماتش بيراميدز كان مختلف، وضع في ماتش الزمالك كان مختلف، وكهربا له نسبه كبيره جدا جدا من التغير من ده، الحماس اللي حصل. طبعا طبعا بعيد بقى عن الفنيات، ولا بحلل كهربا كراس حربه صريح ولا كوينج ليفت ولا كوينج رايت، انا بكلمك على الحاله اللي عاملها في الملعب. مروان عطيه اكتف وبشكل مفيد للفريق، ساعات بتبقى حماسي بس بشكل يضر الفريق، انت بتاخد انذارات بتعمل فاولات. يعني حمدي فتحي حماسي جدا بس لازم يكنترول نفسه في بعض الاوقات. هل الفريق بيفتقد للقائد جوه الملعب؟ يعني طبعا محمد الشناوي لعيب كبير بس حارس مرمى بعيد بعيد. وحاجه تانية برضو المشهد اللي احنا شفناه في المباراه بصراحه مرفوض، حتى لو كان ايفن الشخص الاداري ما اعرفش هو مدلك ولا دكتور ولا ايه دكتور بيقولوا مد ايده على محمد عبد المنعم، اوكي انت ممكن تعطيه وتعمل، بس مش المنظر اللي شفناه. لكن انت بتخرج بره الماتش، وهم ده اللي هم عايزينه، يعني هم ده اللي هم عايزينه. انت يعني من الدقيقه 81 ساعه الخيام حصلت لغايه الدقيقه كام يعني 98 99 انت ما لعبتش غير 5 دقائق من 20 دقيقه، الباقي الدقائق كلها عماله تتخانق، فاهمني؟ فلا طيب. في امور يا محمد لازم يتم دراستها في اخر 3 سنين. اخر 3 سنين والله كوبي وبيست من بعض. طيب في اخر 3 سنين كوبي بيست بسبب نفس النتائج وبنفس الشكل اللي بيحصل بعد العوده من كاس العالم للانديه. انا بقى لقيني حاجه ثانيه،
دوري ابطال افريقيا دور المجموعات كله هيخلص في شهر، النهارده 18 فبراير ماتش النهائي، نعم. السبت الجاي 25 فبراير ماتش سان داونز، صحيح. 4 مارس السبت اللي بعديه ماتش القطن الكاميروني المؤجل من الجوله الاولى، 11 مارس ماتش سان داونز الجوله الرابعه، 17 مارس الجوله الخامسه اللي هتكون ان شاء الله مع فريق القطن الكاميروني في جروه. فانت بتتكلم الدور المجموعات كله ما عدا الجوله الاخيره في اقل من شهر، يعني مع ماتشات محليه، مع ماتشات محليه بقى في النص، هتلعب سبت سبت افريقيا في النص ثلاث مره اسوان بالزبط. مره الداخليه مره المقاولين، وده معناه ايه؟ ان انت في اسبوع واحد، اسبوع واحد هتلعب ثلاث ماتشات، يعني هتلعب ماتش تقريبا كل تقريبا 72 ساعه، مش لا في ماتشين كل 72 وماتش كل 48، اه سبت وثلاث مفيش غير حد واثنين، يعني في ماتش كل 48 وماتشين كل 72، يعني هتوصل في الاخر ان ممكن تلعب في الشهر الواحد كام 12 ماتش، من 10 ل 12 مباراه في الشهر. فلك انت احنا وده احنا محذرين منه، واحنا عارفين عشان نكون صراحه الجدول المحدد، احنا عارفين ده لان من ساعه ما النادي الاهلي طبعا مونديال الانديه دخل في الاجنده بشكل استثنائي الكل وافق، ليه؟ كانت فرصه حلوه وانت وافقت، فاحنا دلوقتي هنرجع للضغط تاني، ما ينفعش نشتكي. وبكل امانه دلوقتي الاهلي عنده اللعيبه اللي يقدر يعمل بيها تدوير روتيشن كتير، تقدر دلوقتي تعمل، بس احنا عايزين بجد 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 قبل كان فاينانشال تاكتكس ونسيبها فقط التاكتكس، لا عايزين في روح، لازم يكون في روح. الاهلي زمان يا خبر ابيض، ده في التسعينات يا جماعه الواد الصغير ما يعرفوش الكلام ده، في التسعينات اقسم بالله مديرين فنيين كانوا بيسيبوا الاهلي ويمشوا، بيسيبوا الاهلي ويمشوا والاهلي بيكسب عادي جدا لغايه لما يجي مدير فني تاني يكمل الشغل. ليه؟ الاهلي سيستم سيستمايز. انا النهارده ما ينفعش كل حاجه ما نكلم اللعيبه اصل والله دي عملت الجهاز الفني، لا تعمل الجهاز الفني مين؟ انت فين روحك؟ فين شخصيتك جوه الملعب؟ خبراتك ووجودك جوه الملعب هو ده صفر. ليه واحنا ليه وانت لعيب بلاي ستيشن؟ هو انت لعيب بلاي ستيشن؟ مش لعيب بلاي ستيشن. كسبت خبرات وبقيت لعيب دولي ورحت منتخبات وبتاخد مبالغ طائله، الحاجات دي كلها ليها مردود على اللعب الشخصي بتاعك انت، بخلاف ان المفروض التعليمات بتاعت المدرب تزودك وتعليك اكتر، لكن انت اصلا بما ان انت لبست قميص النادي الاهلي فانت المفروض تبقى لعيب عادي. طيب الشغل الفني بقى والتشكيل والتغييرات كل ده نروح مع بعض لفقره السبوره نشوف كريم محضر لنا ايه، لان عنده كلام كتير على طريقه اللعب والتشكيل اللي بدا بيه كولر وكمان التغييرات اللي تمت في الشوط الثاني عقب الهدف ولكن بعد فتره من هدف الهلال. يلا بينا يا كريم. يلا بينا. طيب ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره السبوره ونشوف التكتيك والامور الفنيه اللي تمت في مباراه الهلال السوداني والاهلي وازاي كولر بدا بتشكيل ثم عمل تغييرات وتبديلات وهل التشكيل ده كان التشكيل المثالي ولا لا، كل ده هنشوفه بالتاكيد في فقره السبوره مع زميلنا كريم سعيد في برنامج في كتفك يا اهلي مع شركه جي ال سي شركه الدهانات الاولى في مصر، وتابعونا دايما من خلال صفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس. كريم فقره السبوره والتكتيك وطريقه اللعب والتشكيل والبدايه اللي بدا بيها كولر شفتها ازاي ونقدر نقول هل كانت بدايه سليمه؟ بص يا محمد النهارده كولر ربما يكون بدا المباراه بشكل ادى مؤشر لكل او ادى علامه لكل اللي عرفوا التشكيل قبل المباراه بحوالي اكثر من ساعه ان كولر نزل يكسب. ليه؟ لان كولر النهارده لعب بطريقه 4-2-3-1 ووظف حسين الشحات لاول مره في مركز صانع اللعب، وانت كمان رايح لاعب الهلال السوداني في ارضه باربع مهاجمين صرحاء، حسين الشحات، بيرسي تاو، احمد عبد القادر، وطاهر محمد طه. الاربعه دول عندهم واجبات هجوميه اكثر من الواجبات الدفاعيه، وكمان هو يعني كولر مدينا مؤشر لو حب يلعب ماتش متوازن مع فريق هو قلقان منه في خط الوسط بينزل لعيب خط وسط تاني. هو ما عملش كده النهارده، هو بدا بالاربعه 2-3-1. مع بدايه السبب من التشكيل والكلام اللي على الورق اللي قبل الماتش، اول ما الحكم صفر الاهلي واقف 4-2-3-1، الهلال السوداني واقف 4-5-1، فلورنا بينجي طبعا احنا لعبناه كتير جدا هو عارف الاهلي، والمنطق بيقول ان الهلال بيلعب زون ديفنس واحنا بنلعب ضغط عادي وماسكين الكوره. تمام. اول ربع ساعه النادي الاهلي بيتناقل الكوره بشكل ممتاز جدا، حسين الشحات بيتحرك بشكل مميز جدا، والكوره بيتم تدريجها من الخلف للامام على الارض، فبنلعب صح. في خلال 10 دقايق سنحت لينا فرصه ولا اروع، فضينا المساحه على الجبهه اليسرى، كل مدافعي نادي الهلال كالعاده دخلوا زي اي فريق لغايه مرماهم، حسين الشحات زي اي بلاي ميكر ذكي وقف على حدود منطقه الجزاء، الكره جات له
اتفضل يا باشا تخلص الكوره نحط جون في اول 10 دقايق فرقه الهلال تضغط اكتر تبدا تفتح خطوطها اكتر مغلوبه على ارضها في اول 10 دقايق فالدنيا تبدا تتسهل عليك. حسين بيضيع الفرصه بغرابه شديده. عايز اقول لك في نفس التوقيت تقريبا بتاع الفرصه دي كنت بتفرج على ماتش استون فيلا وارسنال نفس الدقايق كوتينيو جات له نفس الكوره نفس التوقيت في نفس التوقيت نفس كل حاجه بس مره واحده ايه بس مره وراح هوب راكن حسين الشحات يا راجل يعني لعبه في الزاويه الضيقه كمان ضيق على نفس الزاويه انا يعني بص ولا حاجه اول فكر ممكن تقول ايه انا مش هركن وانا هبص ولا حاجه انا الكوره هنا هروح بوم صاروخ شايط وزي ما تيجي تيجي طيب انا حبيت اركن يبقى لازم قبل ما اخد قرار ان انا هركن في زاويه اكون باصص هي صعبه طيب بعديها على طول ما فيش كام دقيقه النادي الاهلي عمل برده كوره هجمه متدرجه على الارض ولعبنا وعملنا بيلدينج اب من ورا وماشيين ودخلنا لغايه لما وصلنا ان احنا فرغنا هنا المساحه في اتنين لعيبه محمد هاني وطاهر محمد طاهر والكوره بقى حمدي فتحي على مشارف منطقه الجزاء حمدي راح عامل ايه راح شايط طيب في اتنين زملاء كانت في اتنين مكملين معاك وانس انك انت لعبت الكوره كده اهو خلاص واحد من الاتنين دول هيروح في رب المرمى طب هل طاهر بيلعب في مركزه نعم. في مكانه ما هو طاهر ما هو طاهر بيلعب على اليمين طيب ما هو المفروض محمد هنا قدام حسين الشحات ما هو حسين بيلعب بلاي ميكر ما هو حسين هنا هنا هو فري رول يعني هنا حسين ما تقدرش تقول هو يمين ولا شمال ولا هو عنده حريه حركه يعمل اللي هو عايزه لكن انا بكلمك كده يا محمد احنا اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه احنا بنلعب كويس وماسكين الريتم ماشيين بشكل كويس جدا التحول الغريب بالنسبه لي بعد انا قلته لك ده بعد يا 20 فجاه وبدون اي مقدمات بدون اي مقدمات بدا النادي الاهلي يلعب الكرات الطوليه لبيرسي تاو بيرسي تاو طوله كام سنتي يا جماعه بيرسي تاو 176 سنتي مدافعين الهلال الاثنين واحد سوداني واحد سنغالي الاثنين فوق ال 190 سنتي بالعقل كده يا حاج محمد لا صعب هل الراجل ده محتاج ان هو يشب حتى؟ لا خالص وهو كمان ما بيحتكش لا انا بسالك سؤال مدافع الهلال محتاج لا. ان هو يشب وهو واقف هو واقف هو مش هيشب بيرسي تاو عشان يوصل عشان يوصل لطول الناس دي محتاج ان هو ينط ويكسب 14 سنتي زياده لطوله وهو مش لاعب التحامات يا كريم اصلا يعني بيرسي مش لاعب التحامات لاعب بتاع كره على الارض ومساحات تحولك انك تلعب كرات طوليه بدا يخلي دفاع الهلال السوداني يهدى ليه لانه انت سهلت له اللعب خلاص شكرا ده انا عايزه العب كرات طوليه انا نط هوب الكره تنزل انتهى الموضوع مفيش اي تعب بالنسبه لي وبدا اللي بيتفرج على الماتش في التلفزيون يلاحظ ان في فجوه او في فرق ما بين الاهلي اللي بدا اول 20 دقيقه كنا بنقول احنا قريبين من الجول في يعني اوكي ما هو انت ممكن تضيع عادي بس روح تاني احنا روحنا باتنين بس بعديها شكرا بدا اللعب ينحصر واحنا متجهين على طول لكره طوليه انا عايز افهم ليه لعبنا طولي نتكلم بصراحه هل اللعيبه تعبت بعد 20 دقيقه هل المردود البدني عندنا في الظروف هناك الماتش الساعه 3 العصر احنا بنتكلم عليه فبراير اللعين انت حذرت منه قبل كده مش ممكن الحلقه اللي فاتت اتكلمنا فيها بجد مش ممكن والله انا يعني عايز افهم لان احنا طبعا قبل ما نتكلم على الفني لازم نتكلم على البدني ان انت لو معاك عظماء الكرة في العالم واعين بدنيا محدش هيديك حاجه فانت محتاج انت تطمن على الناحيه البدنيه احنا فجاه بدا الاداء يهبط بتاع من امتى من الدقيقه 20 اداء في كيرف بينزل قلنا طيب الشوط خلص والهلال بصراحه الشوط الاول ملوش اي فرصه ملوش اي فعاليه على محمد الشناوي وانت مرتاح وفلوران ايبنجي ما بيضغطش هو واقف في نص ملعبه كل عايز يامنه انه يفضل بالنتيجه لغايه لما مع بدايه الشوط الثاني فهمنا ده كاموفلاج ده كمين معمول لنا معمول لنا ليه لان فلوران ايبنجي مدير الفني للهلال السوداني مع بدايه الشوط الثاني فجاه لقينا الهلال ده هوب ضاغط كله بيضغط وبياخد فرات كتير من على المنطقه ولعيبه خط الدفاع واقفين لنا في نص الملعب ولا كاننا بنلعب فلامينجو او ريال مدريد اتخنقنا اتخنقنا فعلا الشوط الثاني مخنوقين مش عارفين نشم نفسنا هوب الهلال بدا يضغط وبداوا يمنعونا نخرج من الكوره وياخدوا الكوره ويحولوها لهجمات وبداوا يلعبوا اللعبه المعتاده على النادي الاهلي
تروح على الطرف وتاخد كرات ثابته. اي لاعب من هلال السودان كان ياخد الكوره ويروح على الطرف على طول بيحجز عشان يجبر لعيب النادي الاهلي يعمل اي احتكاك معاه، هوب يقع هوب ياخد فاول. وجي من احد الضربات الثابته الهدف الاول. تفسيرك للهدف جه ازاي؟ هدف مليون في المية، مليون في المية خطأ محمد الشناوي يتحمله ومسؤوليته كاملة 100%. حتى لو محمد الشناوي الشمس يعني كمعكسة وكده أي شيء، أنا آسف بالنسبة لي ده مبرر. الخبرة أعتقد الحاجات دي بتفرق. عندك مليون طريقة تقدر أنت النهاردة، أول حاجة أنت حاسس إن الكرة جاية في الحتة دي بوكس، حط إيدك وحط وهتطلعها. إنما في كل الأحوال هي خطأ محمد الشناوي، وكمان وداع كده ان في كرات عرضيه كتيره بعد كده جت محمد شناوي طلع مزاجها او طلع عملها بالبوكس عادي. يعني اللي زعل محمد ان الجون ده جه في الدقيقه 52، يعني هو ولا في الدقيقه 85 لسه بدري، ولا في الدقيقه 90 ولا حتى في الدقيقه 80، الدقيقه 52. بعيدا عن التكتيكس يا جماعه، وبعيدا عن الفنيات يا محمد، وبعيدا عن الخطط، من اي شيء، الرياضي التنافسي اللي بيلعب فريق كبير ولابس تيشرت النادي الاهلي على مر الزمان بنقول في حاجه اسمها رد فعل. يعني ايه رد فعل؟ انا لما كنت بلعب مع حد لعبه تنافسيه وهو بيتقدم عليا، في حاجه كده في الهرمونات في الجينات بتاعتنا بتاعت الرياضيه بتقول له يلا يا عم انت مغلوب اطلع اكسب الراجل ده. طب هل رده الفعل ممكن تكون مرتبطه ان المدير الفني ما عملش تغييرات فمحسسش اللعيبه ان في حاجه ممكن تستدعي ان يكون في رده فعل، لسه عندك مساحه وقت، لان التغييرات حتى يا كريم جت متاخره بعدها. صحيح، بس خلينا نتفق على حاجه، مهمه المدير الفني من بره هي التنظيم. هو مدير فني بيلعب؟ لا. حلو. هيجيب جون او هيصد كره؟ اطلاقا. حلو، يبقى هو مهمته التنظيم. يعني حتى اذا هو لو ما اتدخلش، هيبقى في لعب او هجوم عشوائي، صح؟ احنا اصلا ما شفناش هجوم عشوائي. ما شفناش حاجه. احنا بعد الدقيقه 52 ما فيش اي ردة فعل مننا، احنا واقفين بنلعب بنفس الريتم اللي كنا عايزين النتيجه 0-0. ده معناه ان مفيش تركيز. ما هو تاني بقى هنرجع عشان احنا دلوقتي بنحاول نحلل الامر عشان نفهم. واحنا طبعا بكل امانه مش عايشين الاجواء هناك، اكيد بنتفرج من التلفزيون وبنتابع زي يعني دي شغل الاعلام. احنا عندنا مراسلين، عندنا الصحفيين، التيم بتاع يلا كوره ده اللي احنا بنتابع من خلاله، لكن احنا مش عايشين الحدث نفسه. بس في مدلولات بتقول لنا الوضع عامل ازاي، ان انا ادائي والنتيجه 0-0 هو ولا مغلوب 0-1 من الدقيقه كام 52، بدليل ما شفناش النادي الاهلي بدا يزق نادي الهلال السوداني زي بدايه الشوط الاول يا محمد الا لما عدت الدقيقه 73. يبقى ده تصرف من الهلال. الهلال بدا يفقد المخزون البدني عنده، وبدا فلان ايبانجي يقول لعيبته ما تضغطوش ضغط عالي. يبقى انت الحاجه الوحيده اللي خليتك تخرج بالكوره ان الهلال السوداني تخلى عن الضغط العالي. يبقى ده مش مؤشر منك انت، يبقى انت كان عندك مشكله. الشوط الثاني يا محمد، الشوط الثاني احنا ما لناش ولا فرصه خطر، مفيش اصلا ولا تسديده اون تارجت. سيبك انا بقول لك احنا اتفرجنا عليه، ولا فرصه خطر على المرمى، مفيش ولا فرصه لينا واحنا متاخرين بهدف من الدقيقه 52. بالنسبه لك كريم سعيد كويستشن مارك على الحاله البدنيه، رغم ان المسافه التوقيت انت رجعت من المغرب السبت وسافرت للسودان الخميس، يعني الماتش من السبت للسبت في فتره اسبوع حبيبي. فتره كافيه ده لا خالص. تاني احنا يا جماعه ماتش الساعه 3 العصر ده له تحضيرات يا كريم. ما احنا كسبنا فيتا في الكونغو قبل كده 3-0. كنت محضر كويس، كنت محضر كويس. كنت محمد بقول لك ايه، لا قدر الله واحد بيعمل عمليه الدكتور بيقول له ايه؟ لا بيحضره للعمليه، بيديله ورقه بيقول له بص يا استاذ التزم بالتعليمات دي، دي اشتراطات العمليه، لازم تعمل 1 2 3 4. ما عملتش واحده من الاربعه دول مش هعملها. انت في خطر. تمام، ماتشات 3 العصر ليها تحضيرات، اتعملت ولا لا الله اعلم معرفش. طيب الاهلي بيتمرن دايما الصبح الساعه 9. نعم. حتى في المغرب كان بيتمرن الساعه 12. اوكي، وبالتالي انت حتى على المستوى التدريبي انت بتتمرن بدري. فعلا.
تمام. هل المشكله في ليله المباراه مثلا انت بتنام متاخر؟ فانا ما اعرفش والله ما اعرفش. احنا انا بحاول اشوف معاك. انا ما اعرفش احنا لينا ان احنا نرصد الايه العلامات والمؤشرات اللي في الملعب واللي شفناه. اصحاب الشأن هم اللي ليهم يعرفوا ايه المشكله ويحلوها، لان مش مسؤوليتنا هنقدم حلول. خلي بالك مش مسؤوليتنا احنا كاعلام ان احنا نقدم حلول، احنا مسؤوليتنا ان احنا نرصد اللي احنا شفناه. واضح ان كان في ازمه، ودي مباراه يتزعل عليها. مباراه فلامينجو وريال مدريد مهما كان الزعل عليهم ما يوصلش الزعل المباراه دي. ليه؟ ده تارجت عليك، ده هدف من الاهداف الاساسيه، ده واحد من البنود اللي انت ماضي عليها عقدك مع الاهلي. سواء كجهاز فني او كلاعبين هتتحاسب على البطوله، على الماتش ده بعد كده. النهارده هنتزنق. طيب عشان الوقت اروح معاك للتغييرات. هل التغييرات عملت فرق؟ خالص. كل اللي انت عملته غيرت دم بس، مركز بمركز، مركز وغيرت دم. يعني واحد الفيتنس بتاعه بيخلص بتنزل واحد الفيتنس بتاعه لسه يعني جديد فريش، لكن هل اثر في الاداء؟ هل اداك حاجه زياده؟ هل اداك خطوره؟ هل عملنا جبهات يا راجل؟ هقول لك ايه، بس طبعا مش عايز اقارن. يعني لما تيجي تشوف مثلا السيتي هو بيلعب نوتنجهام فورست، اوكي نوتنجهام فورست جاب جون في 86. بص تعامل لعيبه السيتي مع التسع دقايق الاخيره اتعاملوا ازاي وازاي زنقوهم. ما جابوش هدف التاني بس في محاولات. احنا الحكم حسب تسع دقايق وقت ضايع. تسع دقايق وقت بدل ضايع. انت حسيت الاهلي استغلهم في شيء خالص؟ تسع دقايق يا جماعه. طيب عايز اسالك على احمد قندوسي، المركز اللي لعب فيه لما نزل لعب بلاي ميكر. لعب بلاي ميكر. حتى قفشه لما نزل قفشه خد الطرف عشان يلعب كره عرضيه، والقندوسي هو اللي كان بيلعب في العمق ولبسته حلوه، بس ده مش ماتش ان احنا نقيمه فيه بصراحه. نزل كمان الاهلي خسران فكان في ضغط كبير عليه. احنا محتاجين يا محمد كل ما بص، هي مش اول مره، وزي ما احنا قلنا في المقدمه واتكلمنا كتير عن موضوع على ماتش 3 العصر وجبناها من 2016 وحصل قبل كده كتير قدام سيمبا، قدام تعادلنا مع الهلال، وقبل كده الاهلي اتغلب من يعني من سيمبا مرتين. حصلت اوكي، ولسه عندنا 5 مباريات. بس اللي يزعلك ان نفس الخطا ما بتتعلمش منه. يا جماعه زي ما قلت كده في الجزء الاول، ازهقوا ازهق يا اخي، ازهق، اخرج من بره الدايره عمين يلف فيها دي. طيب كريم، انا بشكرك على التحليل الوافي للمباراه، وباذن الله نعوض في لسه في عندنا ماتشات الفتره الجايه اكتر باذن الله. طيب دي كانت فقره مهمه جدا وحلقه مهمه جدا عن مباراه الهلال السوداني والاهلي. لسه المشوار طويل ولسه في 5 مباريات متبقيه في دوري ابطال افريقيا، ولكن الاهم هو التعلم من الاخطاء وعدم تكرار مثل هذه الاخطاء في الفتره اللي جايه، في ظل ان في مباراه ايضا هتتلعب الساعه 3 العصر ابرزها مباراه سان داونز بعد كده في منتصف شهر مارس. في الختام بشكركم انا وكريم بالتاكيد من خلال هذه المتابعه، وباذن الله نلتقي في حلقات اخرى قادمه من برنامج في كتفك يا اهلي. الى اللقاء.